بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ المستوى الثالث، مرحبا. نحن الآن في الصفحة رقم 75 من كتاب المرجع في الرياضيات المستوى الثالث، والدرس رقم 17، جمع الأعداد الكسرية. إذا كنا شفنا درسين عندي الأعداد الكسرية، دابا هذا الدرس الثالث، أديسيون دي فراكسيون. الجمع هو الأديسيون، اديسيون دي فراكسيون كما قلنا فراكسيون هي الاعداد الكسريه. اذا اول حاجه نشوفوا الاهداف التعلميه، لي زوبجيكتيف دابرونتيساج. الهدف الاول، احسب مجموعه اعداد كسريه لها نفس المقام واوظفها لحل وضعيه مساله. اذا هنا عندي جوج الاهداف. الهدف الاول هو نعرف نحسب اعداد كسريه عندها نفس المقام، وثم بعد ذلك نوظفها من اجل حل وضعيه مساله. مفهوم؟ اذا بالفرنسيه نقولوا كالكولي لا صوم دو دو فراكسيون دو ميم دينوميناتور، عندهم لو ميم دينوميناتور، اي سافا ليتيليزي عفوا دون لا ريزوليسيون دو لا سيتوياسيون بروبليم. وضعيه مساله هي سيتوياسيون بروبليم، داكور. اذا اول حاجه غادي نمشيو نشوفوا الوضعيه ديال الانطلاق. تقول اكل محمد 4 على 12 من لوحة شوكولاتة. إذا هذه لوحة الشوكولاتة، أكل منها محمد 4 على 12 طابليت دو شوكولا، داكور؟ يعني من أصل 12 لجوج أكل 4. فهم وأكلت أخته فاطمة 5 على 12 ألف. نلون الجزء الذي أكله كل من فاطمة ومحمد. إذا هذه هي لوحة الشوكولاتة، هذه اللون بالأحمر ما أكله محمد، وبالأزرق ما أكلته فاطمة. مفهوم؟ السؤال الثاني، نحسب مجموع العددين الكسريين. غادي نحسب مجموع هاد العددين الكسريين. داكو؟ جيم، قال محمد أكلنا ثلاثة على أرباع ثلاثة أرباع اللوحة، هل هذا صحيح؟ أكلنا ثلاثة أرباع اللوحة، هل هذا صحيح؟ إذا غتقول نعم صحيح ولا خطأ. كيف عرف ذلك محمد؟ كيف عرف ذلك؟ إذا هنا عندنا محمد وعندنا فاطمة. مفهوم؟ التمرين بسيط، نخلي لكم المدة للإجابة، اعملوا بوز ونلتقي بعد ذلك. إذا على بركة الله سنقوم بالإجابة عن السؤال رقم ألف. نلون الجزء الذي أكله كل من فاطمة ومحمد. محمد غادي لونها بالأحمر وفاطمة بالأزرق، نختار اللون الأحمر. إذا قلنا كم أكل محمد من جزء؟ كلا أربعة أجزاء من أصل 12. أولا نشوفوا واش عندنا هنا 12 جزء، 3 6 9 12، كاين هنا عندنا 12 جزء. إذا غادي نلون أربعة أجزاء من هاد 12 التي أكلها محمد، 1 2 3 4، هذه أربعة أجزاء التي أكلها محمد. الآن سنقوم ب تلوين ما أكلته فاطمة. فاطمة كم أكلت؟ أكلت 5 على 12. إذن غادي نحسبه هنا 5، 1 2 3 4 5. مفهوم؟ هذه هي الأجزاء التي أكلتها فاطمة. إذن هذا كل ما أكله محمد وفاطمة، قمنا بتلوينه. الآن سنجيب على السؤال ب، نحسب مجموع العددين الكسريين. إذا العدد الكسري الأول هو 4 على 12، والعدد الكسري الثاني هو 5 على 12. إذا غادي ندير 4 على 12 زائد 5 على 12، نقوم بالكتابة ديالها هنا ونحسبها. إذا على بركة الله 4 عفوا 4 على 12 زائد 5 على 12، هذا مجموع ما أكله محمد وفاطمة. هنا غادي نحاولوا نجاوبوا غي ميبيانيا. ميبيانيا غادي نشوفوا ما أكله محمد وفاطمة هو هذا الشيء الملون. إذا شحال عندنا، ما هو الجزء الملون؟ ما يهمناش واش أحمر ولا أزرق، لأن المجموع ديالهم محمد وفاطمة. إذا 4 5 6 7 8 9، مجموع ما أكله محمد وفاطمة هو 9 على 12. 9 على 12. إذا مجموع ما أكل مجموع العددين الكسريين هو 4 على 12 زائد 5 على 12 تساوي 9 على 12. هذا هو مجموع ما أكله كل من محمد وفاطمة.
سؤال جيم، قال محمد أكلنا ثلاثة أرباع اللوحة، هل هذا صحيح؟ أكلنا ثلاثة أرباع اللوحة، هل هذا صحيح؟ إذن إلا جينا نشوفه مزيان هنا في هاد اللوحة دي الشوكولاتة، إلا قسم هي مقسمة إلى 12 جزء، ولكن ممكن أن نقسمها أربعة الأجزاء، وهذا يكون الجزء الأول هو مثلا هذا، ناخذ شي لون مغاير، الجزء الاول غادي يكون هو هذا، مفهوم؟ الجزء الثاني هو هذا، الجزء الثالث هو هذا، والجزء الرابع هو هذا، تكون بهذا الشكل هذا، مفهوم؟ تكون على شكل مستطيل، هذا الجزء الاول كامل فيه ثلاثه، وهذا الجزء الثاني فيه ثلاثه، الجزء الثالث فيه ثلاثه، والجزء الرابع فيه ثلاثه. إذا هذه أجزاء متساوية كما قلنا. إذا إلا جينا نشوفوا مزيان غادي نقولوا من أصل أربعة أجزاء كلاو ثلاثة، إذا ما أكلوه فعلا يمثل ثلاثة على أربعة. إذا هنا نعم، نكتبوا هنا نعم هذا صحيح، نعم هذا صحيح، فهم؟ نعم هذا صحيح. كيف عرف ذلك؟ إذن كيف عرف ذلك؟ نقولوا من خلال، عرف ذلك من خلال تقسيم اللوحة، لوحة الشوكولاتة، عفوا لوحة الشوكولاتة إلى أربعة أجزاء، أربعة أجزاء متساوية، إذن هاد الشوكولاتة ممكن نشوفها 12 جزء، وممكن نشوفها 4 أجزاء، وممكن أيضا نشوفها حتى 3 أجزاء، ممكن نشوفها 3 أجزاء إلا شفنا مثلا هذا الجزء، هذا هو الجزء الأول، الطرف كامل هذا السطر هذا العلوي هو جزء، والسطر الثاني جزء، والسطر الثالث جزء، حتى ممكن نشوفها بهذه الطريقة هذه. إذا هنا غادي نشوفوا واحد المسألة ديال الجمع ديال الأعداد الكسرية اللي عندها نفس المقام، هذه مهمة جدا. لاحظوا هنا 4 على 12 زائد 5 على 12 تساوي 9 على 12، لاحظوا الفوق 9، ما هي 9؟ هي 4 زائد 5، فهم؟ هاد 9 منين جاتنا؟ هي 4 زائد 5، وال 12 لاحظوا جيدا هي بقات نفسها، ما كنعملش الجمع ديال 12 زائد 12، ما غاديش نكتب هنا 24، لأن 24 هي الجمع ديال 12 زائد 12، إذا الجمع ديال الأعداد الكسرية عندها نفس المقام، لان هذا هو الهدف من الدرس، احنا الهدف ديالنا من الدرس هو احسب مجموع اعداد كسريه لها نفس المقام، لها نفس المقام. اذا هنا نفس المقام يعني 12 12، فكتبقى المقام كيبقى هو، شكون كيتغير؟ هو البسط، يعني جمع البسطين، 4 زائد 5 تساوي 9. اذا مفهوم؟ هنا الا عطيتكم مثال اخر قبل ما ندوزوا للتمارين اخرى، الا خدينا مثلا 3 على 6 زائد 2 على 6، شحال غادي يكون الجواب؟ فهي سهلة انطلاقا من هذه، لاحظوا جيدا هنا 12 12 بقات هي، وهاد 9 هي 4 زائد 5، هي 4 زائد 5. إذا هنا شنو نقولوا؟ إذا 6 هنا غتبقى في المقام 6، وفي البسط 3 زائد 2 5، مفهوم؟ بنفس الطريقة. إذا مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام هو عدد كسري، كيكون حتى هو عنده نفس المقام، والبسط ديالو هو مجموع البسطين، هو 2 زائد 3 في الحالة ديالنا يساوي 5، مفهوم؟ السؤال رقم 1 يقول: أكتب على شكل مجموع عددين كسريين الجزء الملون من الشكل، مفهوم؟ يعني دابا عندي واحد الشكل فيه الجزء ملون ولكن ماشي بنفس اللون، عندي اللون الأحمر عندي اللون الأصفر، إذا غادي نكتب هنا العدد الكسري الذي يمثل اللون الأحمر، وهنا العدد الكسري الذي يمثل اللون الأصفر، وغادي نشوف المجموع ديالهم، مفهوم؟
هذا التمرين رقم واحد، نخلي لكم وقت التفكير والإنجاز. إذن على بركة الله نقوم بالإجابة. هنا العدد الكسري الذي يمثل اللون الأحمر هو واحد على أربعة، كنظن هذه مفهومة. العدد الكسري الذي يمثل اللون الأصفر هو اثنان على أربعة، والمجموع يعني ما معنى المجموع؟ يعني جمع الأجزاء الملونة. عندي هنا الأحمر زي الأصفر، شحال كاين بيناتهم؟ كاين ثلاثة، إذا ثلاثة على أربعة، هذا هو الجزء الملون، مفهوم؟ إذا واحد على أربعة زائد اثنان على أربعة تساوي ثلاثة على أربعة. الآن ننتقل إلى التمرين رقم اثنان. السؤال يقول: أكتب على شكل مجموع عددين كسريين الجزء الملون من الشكل ثم أختزل إذا أمكن. هو في الحقيقة هنا في التمرين الأول أو لا في النشاط الأول كانت عندنا 9 على 12، وملي رجعناها شفناها 3 على 4 هي في الحقيقة اختزلناه، عملنا الاختزال. كيف ذلك؟ كيفاش 9 على 12 رجعت هي 3 على 4؟ هذا الشيء اللي كنا شفنا في الدرس الماضي. الآن غادي نزيد ونوضح المسألة أكثر. شوف 9 على 12 قلنا هذا عدد كسري ممكن نختزله، علاش؟ إذا لاحظنا مزيان وكنا حاضرين جدول الضرب، فتسعة نقدر نقسمها على ثلاثة، دير تسعة قسمة ثلاثة، وهنا 12 تاهي نقدر نقسمها على ثلاثة، 12 قسمة ثلاثة تساوي تسعة قسمة ثلاثة كتبقى لي ثلاثة، و 12 قسمة ثلاثة أربعة. لاحظوا جيدا، ثلاثة على أربعة هي نفسها اللي شفناها. بالتالي ف تسعة على 12 كتساوي 3 على 4، غير قمنا بالاختزال ديالها. إذا نفس الشيء غادي يكون هنا في التمرين رقم 2، سنقوم بكتابة المجموع أولا ثم نختزل في هذا السطر إذا أمكن ذلك. إذا على بركة الله قوموا بإنجاز التمرين. إذا هنا سأقوم بكتابة العدد الكسري الذي يمثل الجزء ملون بالوردي. إذا عندي جوج الأجزاء هي اثنان من أصل، شحال؟ اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، اثنان على ثمانية، مفهوم؟ هنا غادي نكتبو الجزء الأخضر، عندي تما أربعة على ثمانية، اثنان على ثمانية زائد أربعة على ثمانية، ممكن نجاوبو من خلال الحساب، ممكن نجاوبو من خلال الشكل. إلا شفناها من خلال الحساب كما قلنا، هنا الفوق، هنا الفوق في البسط ديال العدد، غادي نكتب 2 زائد 4، و 2 زائد 4 هي 6. وشنو هي 6 في الحقيقة؟ هي مجموع اللونين، هي 4 زائد 2 6، مفهوم؟ وهنا طبعا غتكون 8. إذا هاد 6 على 8 ممكن أنني نختزلها، ممكن أنني نختزلها. مثلا الى عملت 6 على 8 فانا كنعرف بان 6 و 8 ممكن نقسمهم على 2، ترجع عندي 6 قسمة 2 6 قسمة 2 على 8 قسمة 2. 6 الى قسمناها على 2 تعطيني 3، و 8 الى قسمناها على 2 تعطيني 4. 3 على 4 جاوبنا عليها من خلال الحساب، دابا ممكن أننا نشوفها في الشكل. إلا جينا الشكل مزيان وقسمناه على 4 ديال الأجزاء، لاحظوا معي جيدا، جينا الشكل مزيان شفناه وقسمناه على 4 ديال الأجزاء، قسمناه بهذه الطريقة هذه. عفوا خصني نعمل السطر شوية يكون هو في الوسط. إلا جينا هكا وقسمناه على 4 ديال الأجزاء، دابا هاد الدائرة قسمناها على 4 ديال الأجزاء، إذا هذا واحد الجزء، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذو هما 4 هاد الأجزاء. إذا شحال عندي من جزء ملون هنا في هذه؟ عندي 1 2 3، هي 3 د الأجزاء. من أصل شحال د الأجزاء؟ 1 2 3 على 4، من أصل 4 د الأجزاء. إذا 6 على 8 هي نفسها 3 على 4. السؤال رقم 3 يقول: أحيط مجموع العددين الكسريين من بين الأعداد المقترحة. إذن هنا عندي 3 على 5 زائد 1 على 5،
واش كتساوي 4 على 10 ولا كتساوي 4 على 5 ولا كتساوي 8 على 6؟ مفهوم؟ نفس الشيء بالنسبة ل 3 على 9 زائد 5 على 9، واش كتساوي 14 على 12 ولا 8 على 18 ولا 8 على 9؟ إذن نخلي لكم مهلة التفكير والإنجاز ثم نلتقي بعد ذلك. إذن إلا جينا هنا كما قلنا في التمارين السابقة، فلاحظوا جيدا مثلا إلا شفنا هذا المثال هنا من الفوق، غنشوف بأن 1 على 4 زائد 2 على 4 تساوي 3 على 4. لاحظوا جيدا بأن المقام بقى نفسه، والبسط اللي هو 3 من جبناها 3 هي 1 زائد 2، إذن المقام خصو حتى هنا يبقى نفسه. شكون هنا اللي المقام نفسه؟ هو هذا 5، مفهوم؟ بالتالي غادي نشوف البسط واش هو هذاك، هو 3 زائد 1 كتعطيني 4، واش هي 4؟ نعم، إذا الجواب الصحيح هو 4 على 5. هنا 4 على 10 إذا لاحظنا مزيان غادي نشوفوا بأن مثلا هاد 10 من جات هي 5 زائد 5 تساوي 10، وهذا خطأ، ما كنديرش مجموع المقامين، كندير غير مجموع البسطين. إذا 4 زائد 4 هنا ما كتبناش 8، ما كنحسبوش مقامين، كيبقى المقام نفسه، مفهوم؟ إذا هذه خاطئة وهذه كذلك خاطئة. هذه ربما 8 على 6 إلا لاحظتم مزيان ربما يقعوا فيها بعض التلاميذ. هاد 8 منين جابها؟ هي مثلا حسب 3 زائد 5 كتعطيني 8، وهاد 6 منين جابها؟ هي ربما حسب 1 زائد 5، وهذا خطأ. إذا كيف يكون مجموع عددين كسريين؟ هو البسط زائد البسط، مفهوم؟ هو البسط زائد البسط، والمقام كيبقى نفسه، مفهوم؟ إذا الجواب الصحيح هو 4 زائد 5، 4 على 5 عفوا. إذا هنا عندنا ثاني 3 على 9 زائد 5 على 9، كنلاحظ بأن عندهم نفس المقام، إذا والبسط هو 3 زائد 5، إذا الاختيار واش غادي يكون هو 12 أو 14 على 12 أو 8 على 18 أو 8 على 9. إذا كما كنلاحظوا خص يكون نفس المقام، إذا هنا المقام 9 خصني نلقى 9، إذا ربما هذا هو الكسر صحيح. خصني نزيد نتأكد واش 3 زائد 5 تساوي 8. نعم 3 زائد 5 تساوي 8، هذا هو الجواب صحيح. كما قلنا دائما فربما بعض التلاميذ ممكن يحسبوها يقولوا 8 على 18، شنو هو الخطأ اللي عملوه هنا؟ 3 زائد 5 تساوي 8، عندهم صحيحة، ولكن 9 ما كنعملش 9 زائد 9 باش تعطيني 18، ربما يقدروا يوقعوا في هذا الخطأ، هذا خطأ. نشوفوا المثال الثاني هنا 14، منين جابوا ال 14؟ هي 5 زائد 9، ما كنعملوش البسط زائد المقام، هذا خطأ. و 12 منين هي؟ هي 3 زائد 9، وحتى هذا كذلك خطأ. إذا الطريقة الصحيحة من أجل حساب عددين كسريين لهما نفس المقام هي أن المقام كيبقى نفسه في العدد في المجموع، والبسط هو مجموع البسطين. هنا في الحالة ديالنا 8 هي 3 زائد 5، ركزوا مزيان الله يرضي عليكم في هذه المسألة باش ما توقعوش في أخطاء من بعد. وثبتوا معلوماتي هنا غير فقط الشرح ديال القاعدة ديال حساب مجموع عددين كسريين، لحساب مجموع عددين كسريين لهما نفس المقام نجمع البسطين، مفهوم؟ نجمع البسطين ونحتفظ بالمقام الموحد، المقام الموحد نحتفظ به، إذا كان 9 كيبقى 9، كان 5 كيبقى 5، كان 4 كيبقى 4، كان 8 كيبقى 8، وقس على ذلك، إذا المقام نحتفظ به، ثم نختزل إذا أمكن بحال في الحالة ديالنا هنايا، اختزلنا ورجعنا 3 على 4، ديك الساعة درس الاختزال كنا شفناه في الحصة الفائتة. إذا إلا شفنا المثال هنا عندي 7 على 12 زائد 3 على 12، لاحظوا بأن عندنا نفس المقام، اللي جينا نحسبه بقى هو نفسه، وممكن أنني نكتب في البسط 7 زائد 3، نكتبها عاد ونحسبها من بعد، ماشي مشكل. إذا 7 زائد 3 هي مكتوبة هنا، شحال كتساوي 7 زائد 3؟ 10، ورجعت لي 10 على 12، و10 و12 نقدر نقسمهم على 2، إلا قسمت 10 على 2 تعطيني 5، وإلا قسمت 12 على 2 تعطيني 6. مفهوم؟ إذا هذا كان مثال واضح وباين كيفاش كنجزو العملية ديال الجمع ديال عددين كسريين لهم نفس المقام. معجمي الجمع كتسمى أديسيون، أو لا نقدر نزيد أبوستروف ونقول لاديسيون، لأن هنا معرفة حتى هنا خاصها تكون معرفة.
المجموع هو لا صوم فهم اختزل غيدوير. الاختزال هو لا ريدكسيون او لا اختزل هي غيدوير. اذا كان هذا هو الانجاز ديال التمارين ديال الصفحه 75 ان شاء الله حتى نتلاقاو في الفيديو الموالي اللي متعلق بالصفحه 76. السلام عليكم ورحمه الله.